الزوج ديالي عنده دور كبير جدا في المسار الفني ديالي. كي كان زمان يزورني بالليل يرجع لبحر الشوق يرويلي قلبي. فهو اولا رفيق دربي جميع الحويجات ديال الحياه، خاصه في الموسيقى. بالنسبه لي عنده واحد الدور مهم جدا، لاننا الحمد لله احنا بجوج تنحبوا نفس النوع من الموسيقى، نفس النوع من القصائد والاشعار، وهذه واحد الحاجه اللي تتخلينا كنخدموا مرتاحين، وكل واحد كيحط اللمسه ديالو، داك الشيء اللي كيعطي واحد القطاع اللي جميله واللي تتعجب الجمهور وتتعجبنا حتى حنا. آه يا سلطاني، نبقى ما امكن ناتوريل، زعما بيان سور فحال النساء كاملين. بالنسبه للقفطان اللي لبست اليوم هو من توقيع كرياسيون وفاء بناني، وهو اللي عجبني فيه من غير انه جميل جدا، عجبني انه مريح وغادي يخليني نكون تري زالي سور سان ان شاء الله. ديالي خارج عالم الموسيقى هو الصيد. كيعجبني نصيد يا اما في الواد لا بيش على موش، يا اما في البحر. تعجبني نخرج للطبيعه، تعجبني ندير دي روندوني مع راجلي ووليداتي. كيعجبني نسافر ونكتشف نكتشف ثقافات جداد ونشوف دي مونومون هيستوريك. جمال سقى الاحباب الكلمات واللحن هي شي حاجه بالنسبه لي اللي مهمه جدا، لان خاص تكون القطعه تتمثلني اولا، واللي متماشيه مع التفكير ديالي ومع النمط الموسيقي ديالي، فهذه بالنسبه لي شي حاجه اللي مهمه جدا. شنو الى لقيت اللحن قبل فكنتسبق اللحن وكنقلب من بعد على الكلمات، والكلمات الاكثريه تنكتبهم يا اما انا يا اما الزوج ديالي، واللحن حتى هو. وشي مرات كنكتبوا الكلمات هما الاولين، فما عنديش زعما الصراحه ما عنديش قاعده اللي كنتبعها دائما.